عشان كده كيروش ما فيش مؤتمر صحفي واحد طلع فيه خلال البطوله وقال لك يا جماعه احنا بنلعب عندنا اصابات كتير فربنا يسهل وانا عندي ظروف صعبه، لا تحدث عن ظروف صعبه ولا تحدث عن غيابات، ودايما كان بيقول ان انا عندي اللي يعوضهم، ما قالش في مره او ادى مبرر مبدئي انه ممكن يبقى ادائنا وحش. من ضمن اللي اتكتب في الفرحناء بقى عندنا مدرب بيناقش فرصنا في المنافسه، بيناقش استعدادنا، بيناقش احنا ازاي ذاكرنا وحضرنا، مش بتاع لف ودوران. ايوه مش بيجي مش طالع يجيب في اعذار. أيوة. مش 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 طالع بالظبط كده، مش طالع يسبق لهزيمه او عدم شغل او تواضع مستوى. انت احنا كلنا كنا بنتكلم على بكاري جسامه. قبل المباراه ما اتكلمش عن بكاري جسامه، حتى اتحاد الكره لما بعت ونزل المباراه عمل ايه مع بكاري جسامه؟ امتص الضغط، كان بطل، خد الضغط من على لعبته، شالها. لو ما عملش اللي هو شالها، لو ما عملش اللي هو عمله ده كان لاعب من منتخب مصر على الاقل اطرد. الكارت الاحمر كان في الملعب، هو ضحى، هو خد الكارت الاحمر بره. برافو عليك. وطلع في المؤتمر الصحفي بعد كده قال لك انا خدت الضغط، لو هو دي النتيجه او دي التضحيه اللي بنقدمها عشان نفوز. فاذا هنا في منهج، في حاجه متحضره، هو عفوا في حاجه متحضره، هو الراجل نازل عارف ان في الحكم مشكل لنا ضغط، الحكم عامل لنا مشكله، فاحنا اذا محتاجين ان احنا نرفع الضغط ده عن اللاعبين ونسيبهم يركزوا. بقينا نعمل الفاول في الملعب والفاول يستحق الانذار، هو مجرد ما يرفع صوته بره يقوم الراجل لافف مدي ظهره للملعب واللعيبه ورايح له. صح. فخلاص هو رفع هنا الضغط. ايه المكاسب اللي خدناها من دول؟ المكاسب ان احنا وصلنا، احنا بقينا اقوى دفاع في القاره. منتخب مصر اقوى دفاع في القاره، منتخب مصر عنده اقوى اداء بدني مستقر. احنا الفرق بيننا وبين منتخب السنغال لعب معانا المباراه النهائيه 100 دقيقه كامله. 100 دقيقه لعب السنغال، لعب 703 دقيقه في البطوله، احنا لاعبين 800. فاذا ونافسناهم لغايه ما طلعنا بركله جزاء اتشطت وحش. فاحنا بدنيا فريق فيها قوي، فيها توفيق يعني طبيعي طبيعي. فاحنا بدنيا فريق قوي. صح. عندنا شكل دفاعي وشخصيه دفاعيه قويه زي ما جمال اسهب في شرحها، والدليل على كده احنا استقبلنا اهداف في البطوله، احنا الفريق الاقل استقبالا لاهداف في البطوله رغم لعبنا العدد اكبر من الدقائق والمباريات. تعالى في كل الارقام الدفاعيه اللي هي بشكل بقى، انت اجمالي مثلا على سبيل المثال اجمالي استخلاصك للكره في البطوله معدلك 112 كره مستخلصه في المباراه، وانت الاول على 24 منتخب. على مستوى الاستخلاص عن طريق الضغط انت الاول في البطوله. انا بتكلم على معدلات المباراه عشان ما حدش يقول ما انت طبيعي تبقى الاول، ما انت لاعب 7 مباريات ولاعب مش عارف كام دقيقه. لا انا بتكلم لما نجيب المعدلات للمباراه على مستوى الدفاع او الاستخلاص عن طريق التمركز والزون وقطع التمرير زي ما جمال اتكلم، احنا الاول. كل اشكال الاستخلاص الدفاعي وكل ما هو اداء دفاعي منتخب مصر هو الاول فيها. بل بالعكس احنا في بعض المباريات اللي المنافسين عندهم مشاكل في الخروج بالكوره كنا بنغير من سيستم الدفاعي بتاعنا وبنضغط عالي زي مباراه كوت ديفوار، واخدنا اكتر من كوره بالضغط، اشهرهم كوره مرموش اللي اتشطت وجت في العرض مثلا اللي كانت الفرصه الاولى في المباراه. وهكذا لان دفاع كوت ديفوار ضعيف، فانت هنا ذاكرت انت بتلعب فريق دفاعه ضعيف في الخروج بالكوره، فبدل ما احنا بنضغط ضغط متوسط او بنلعب الميديم بلوك بتاعنا الطبيعي او في بعض الاحيان حتى لو بلوك لما بنبقى في اخر المباريات، لا احنا عشان كوت ديفوار قليله مش هسيبها توصل لي، انا هطلع اضغط عالي. فاذا في هنا راجل شغال. مكاسبنا مدرب كبير سي في منتخب مجدد الدماء بشخصية قوية، رؤية بقى عندنا، رؤية بقى عندنا، أمل يا كريم، هي دي النقطة بقى. عندنا أمل إحنا بكرة نقدر نبني لبكرة من اللي إحنا وصلنا له النهاردة. مش محتاجين أخيرا، إحنا مش محتاجين نهد ونبدأ من الأول، وهو ده المكسب الحقيقي. تعرف قبل ما نخش كأس الأمم الأفريقية إحنا أصلا لا كان في دماغنا إن إحنا نوصل أصلا لدور الستاشر أو يعني قول لدور الثمانية، ما كانش في دماغنا أصلا إن إحنا نوصل كأس العالم. إحنا أي منتخب من الخمسة اللي لعبهم في قبل ما القرعة توقعنا مع السنغال كنا قلنا أي منتخب فيهم إحنا حظوظنا ضعيف. دلوقتي انت رايح للسنغال اللي هي حرفيا على مستوى التشكيل ومستوى المدرب والاستقرار اقوى منتخب في القاره، انت رايح للسنغال في تصفيات كاس العالم وبتقول لي لا اقدر اكسبها واقدر اوصل. انا ما اتغلبتش منها على فكره ولا هي كسبتني. بالظبط كده، بالظبط كده، لسه عندنا فرصه.